زعلانة ليه زعلانة ايه؟ كلمت رفيقها جوليان قال لها ايه؟ معرفش بس خرجت تبكي قال لك ايه؟ ماشي قد كل شي حلو امال مالك ماشي انا حاسه بشي كلش سالما منى ما قدرت طالعة قلت لها يا منى بحس بهذا الشيء ما عاد عم تقولي امي نطلع من الفكره دي ونخش نعمل الايفاليشن طلع امي انا ما ردتش تقريبا نايمه عيني الساعه 12 الليل قومي يلا شانتيل ما فيش وقت الساعه 12 وهادي هيجي دلوقتي نعمل التمرينات مع هادي بعد كده مش هنفكر ما تفكريش في حاجه ممكن انسي